شو مدام روعة؟ إن شاء الله تكون الفيلا نالت الرضا. إيه كتير حلوة، الله يهنيك يا رب، حلوة. على بعت لكم واحدة أحلى منها. بصير عنا مثل هاي الفيلا؟ بدنا 300 سنة يا بي. أبدا، ربك كريم. بعدين أنت بتستاهل يا شريف فيك. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. شريف، مين هذا البيك؟ لك منين بتعرفه؟ لك من الوظيفة، من الوظيفة. كتير ظريف ومحترم كتير. يعني هذا نفسه اللي حكيت لي عنه قبل هالمرة؟ خلص وصل له. شو ست روعة؟ كان في شي مضايقك؟ لا لا ابدا، بالعكس كنت عم بسأل شريف. عم تقلي بكره انه شو بدنا نتغدى؟ حلو كتير. تفضل اشرب. سامحني.